قلت لي جملة، قلت اعتزلت لما التزمت. يعني مفيش اي تأثير لكان واقع السينما وحال الفن خلاك اتجهت الاتجاه ده؟ لا انا قلت يعني برضو وجود شمس جنبي بقى وهي ملتزمة 100%، وانا برضو بشتغل لسه وليالي الحلمية وحاجات كده. لا يا رب، ده ليالي الحلمية ده بعد ما رجعت خلاني توقفت بقى، قلت توقف شوية افتح الدفاتر يعني اعيد حسابات يعني. كنت انا وقتها بقى ربنا كرمني بان اتعرفت بالشيخ الشعراوي ومجموعه بقى كده من العلماء الافاضل، يعني ابرزهم طبعا سيدي وتجراسي الشيخ الشعراوي. سيدي، احب اقول له يا سيدي، كنت اقول له كده يا سيدي. فبقول له يا مولانا، قال لي نعم يا سيدي. هو اللي يقول يا سكندر دايما، هو يقول لحد يا سيدي، كلم اي حد يكلمه يقول له ايوه سيدي نعم في ايه. قلت له انا دلوقتي توقفت اراجع حساباتي، انا خدت حته ارض كده وهبتدي ازرعها. قال لي انت فلاح اصلا؟ قلت له ولا عمري اعرف الفاز ده بيعمل ايه. قال لي هتخسر. قلت له جرب، وقد كانت الـ20 اللي حطيتهم رجعوا لي ناقصين 7000 جنيه على ما اذكر يعني. فتحت مكتبه، قال لي برضو الشغلانه دي ليها سرها، شغل المكتبه ده ليه سر، خليك في شغلتك. وزي ما علمت الشباب، قال لك خليك في شغلتك. قال لي زي ما علمت الشباب ازاي يركبوا عربيه سبور ويعكسوا البنات في فيلم التلميذه انت عملته ده، علم الشباب ازاي يقول كلمه طيبه، ازاي يلتزم، ازاي يعني مش لازم تقول حتى حاجه، مش لازم تبقى حاجه اسلاميه 100% ولا دينيه 100%، ممكن تبقى حاجه كلمه طيبه فيها قيم. تعلم الشاب ازاي يحتبر ابوه، ازاي يحترم، وترد على مدرسه الشاغبين دي اللي خلت الناس يقولوا ان ابوه ما يابا عايز يابا، انا بنقل عنه هذا الكلام يعني. فتعمل للشباب، كنت لازم يعني تعمل الحاجات اللي كنت بعملها زمان دي، يعمل كده. فلفت نظري الى هذه النوعيه من العمل. لما كبرت معايا بقى واتعرفت على الشيخ الشعراوي الله يرحمه، ولزمت وكنت خدام من خدامينه، اقعد تحت رجليه على طول ما اقعدش جنبه. وتوفي الشيخ الشعراوي واذا بالتلفزيون يعمل ام كلثوم ونجح وشفناه الحقيقه وعجبنا بيه جدا. انا الحقيقه غيرت على الشيخ الشعراوي. تبقى معقول مصر تعمل مسلسل عن ام كلثوم المطربه العظيمه؟ فيش اثنين يختلفوا عليها، والمسلسل فيش اثنين يختلفوا عليه. انما ازاي انا قاعد ساكت كده وما اعملش مسلسل عن سيدي؟ الله، ما ام كلثوم بتعملها وسيدي ما تعملوش مسلسل؟ بدات كل قال لي الناس كلها انت مش هتعدي المسلسل ده، ما مش هتقدر تعمله، محدش هيقف جنبك ولا حد. كان صديقي الحقيقه الله يرحمه ضياء زايد، منتج تقيل يعني. رحت له بقى وبدانا، وكان ربنا اراد ان هذا الرجل تخرج حياته، لان الناس كانت لا تعرف عن الشيخ الشعراوي الا الدروس بتاعته يوم الجمعه. وكان ربنا سبحانه وتعالى قدر ان تخرج حياه هذا الرجل للشعب المصري والشعب العربي عشان يعرف. لا اله الا الله. عشان يعرف مين عشان يعرف مين الشيخ الشعراوي. الراجل ده كان ازاي؟ كان ازاي في علمه؟ كان ازاي في اخلاقه؟ عشان نقول ان اللي حصل في المجتمع دلوقتي ان احنا تنازلنا على هذه القيم. راحت. يعني مفيش، فين القيم اللي كان مثلا بيتبناها واحد زي الشيخ الشعراوي ده؟ راحت فين هذه القيم؟